السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في قناه ملك الجزائر. كنتي اول مره تشاهدي لا فيديو ديالي، ما تنسيش انك ديري لايك وسبسكرايب اكيد باش يوصلك دائما الجديد ديالي. بالنسبه لا فيديو ديال اليوم غادي نجاوب على واحد الكومونتير ديال واحد الاخت اللي مسجله في شركه اوريفلام، وهذا الامر غادي يفيدكم حتى نتوما بالاخص الناس اللي مسجلين في اوريفلام جداد. بالنسبه التساؤل اللي طرحته عليه هاد الاخت هادي غير البارح اللي هو اختي انا دوزت لا كوموند ديالي فيها 200 درهم، يعني فيها واحد العدد ديال النقاط، وانا بغيت نخدم على لوبجيكتيف اللي حاطه لنا شركه اوريفلام ديال هذوك الاواني او معنات المطبخ. الا دوزنا 100 نقطه غادي نقدروا نستافدوا منهم، او الا كنتي عضوه جديده ودوزتي 125 نقطه تقدري تستافدي من هذوك المعن. قلت لها ايه غادي نجاوبك. بالنسبه للبنات اي وحده تسجلت في اوريفلام دوزي لا كوموند على قدك، هادي على قدك انت، شوفي انت شحال بغيتي. اوريفلام ما كتجبركش انك دوزي واحد لاصوم لي كبيره اولا واحد لاصوم لي قليله، انت وجهدك. مهم من الاول الشهر حتى الاخر الشهر، يعني من نهار واحد لنهار 31 في الشهر خاصك تكملي لوبجيكتيف ديالك. الله يجعلك تجيبي كل نهار تجيبي غير 100 درهم، دفعي كوموند فيه 100 درهم اولا 50 درهم على حساب انت ولا كوموند ديالك، على حساب انت ولا ارتيكل ديالك، انت والجهد ديالك. المهم اوريفلام كتعرف حاجه وحده اللي وهي انك دوزتي من نهار ابتداء من واحد في الشهر حتى ال 31 في الشهر كملتي لوبجيكتيف اللي هو 100 نقطه، ديك الساعه يمكن لك تدخلي الكود ديال الكادو ديالك ديريه في اخر طلبيه ديالك لا تكملي بها 100 نقطه، هنا كيوصلك الكادو ديالك. تساؤل اخر اللي غادي نجاوب عليه كيتطرى عليا بزاف اللي هو واش هاد العدد النقط كيتجمعوا واش يبقاو عندنا؟ لا، كل شهر عنده اوبجيكتيف ديالو، كل شهر عنده عدد النقط ديالو. مثلا حنا في شهر 6 دابا النقط ديال شهر 6 تنخدموا عليه في شهر 6، اخر نقطه خاصك تدفعيها وهي نهار 31 بالليل، هذه هي اخر نقطه. نهار 1 في شهر 7 ما بقاوش عندنا العدد ديال النقط ديال الشهر اللي فات، يعني غادي تحبس يتمحاو وغنبداو اوبجيكتيف اخر خدمه جديده. يعني كل شهر كنخدموه بوحديتو، انت عندك الشهر كامل تخدمي النقط ديالك كي بغيتي ياك. يعني بالنسبه للناس اللي تيقول لك انا يعني يلاه باديه وما عنديش فلوس باش نجيب كوموند كبير ولا هاد، اما النصيحه اللي نقدر ننصحك بها انايا هو انك لا كوموند ديالك يعني على الاقل قسميها على دو فوا. علاش قسميها؟ على النص الاولاني جيبي والنص الثاني بالنسبه للناس اللي يلاه بادين عاوتاني قسميها على جوج المرات صافي توصلك باش عاوتاني تبداي كوموند اخر ديال الشهر الاخر، حسن ما انك كومار تدفعي شويه بشويه. من الناس اللي ما عندهمش يقدروا يديروا هاد الميثود هادي، الله يجعلك دفعي نقطه بنقطه تكملي الشهر ديالك. المهم راه النقط ديال الشهر كامل تيتحسبوا، ندوز مثلا كوموند في 10 نقط دابا وغدا ندوز ديال 20 نقطه وبعد غدا ندوز ديال 30 نقطه، هي عندي 60 نقطه تتجمع ليا. بلس انه اي وحده تسجلت في اوريفلام ننصحها ان تيليشارجي لابليكاسيون ديال بيزنس. علاش؟ لابليكاسيون كتوري كل شيء، كتوري منها كدوزي لا كوموند ديالك، منها كتعرفي النقط ديالك، منها كتعرفي شحال باقي لك من نقطه النقطه عندك بحال دابا دوزتي 50 وهذه شحال باقي لك حتى تقدري تنساي ياك. منها كتعرفي الناس اللي سجلتي تحت منك شكون هما، شكون يدوز لا كوموند، شكون يانيلا لا كوموند، يعني كتعرفي على كل شيء فيها. حتى لي بروموسيون اللي كدير اوريفلام، مثلا غتبغي الكتالوج بي دي اف وما كاينش اللي يعطيه لك، مثلا السيده اللي مسجلك ما كايناش في الواتساب باش غادي تعطيك البي دي اف، ولو ما لقيتيش من لابليكاسيون كاين الكتالوج البي دي اف، كاين لي فلاير اللي تنخدموا عليهم لي زوبجيكتيف، مثلا لي كادو اللي عندنا، مثلا شي بروموسيون تحط الميني كتالوج، كلشي كتلقاه في ديك لابليكاسيون. لابليكاسيون ما كتاخذش لك ليسباس بزاف في التليفون ديالك، يعني لابليكاسيون كتنفعك بزاف. ايه هنا كنكون جاوبت بعدا على الاسئله وعطيتكم معلومات اخرين، كنتمنى انني نكون جاوبت على السؤال ديال السيده اللي صيفطات لي من خلال كومونتير في لا فيديو اللي قبل هذا. السلام عليكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد معلومه جديده باذن الله. اي وحده عندها شي تساؤل اولا شي حاجه ما عليها غير تصيبلو، انا ندير عليها فيديو ونهضر لها ونشرح لها بالتدقيق على اي حاجه. بالنسبه للناس اللي يبغيو يسجلوا العضويه ديالهم معايا، ما عليكم غير تواصلوا معايا عبر الرقم ديالي 0639 69 19 41 اللي كيبان اسفل الفيديو، زائد
اي وحده بغات شي معلومه ولا شي حاجه تدخل عندي الواتساب انا راه غادي نجاوبها. السلام عليكم.